بتعرف اذا كان اللعيب ده كويس ولا يعني يصلح لناشئ نادي الزمالك في اي عمر سني او لا يصلح؟ منين الذكاء كابتن. بتعرف ان هو ذكي ازاي؟ ما هو كابتن انت لما بتيجي برضه عشان برضه نعرف ان الناس تعرف يا سامح ان انتقاء اللاعب في الزمالك مختلف عن اي نادي اخر. بص يا كابتن، هي برضه هي مدارس وشخصيات مدرب. في مدرب ومرنا عليهم كتير، بيقول لك لا انا عايز الجسم الكويس، الجسم القوي، الجسم تمام. وفي مدرب بيقول لك انا عايز اللعيب اللي عنده سرعه. انا من ضمن المدربين اللي بحترم جدا ذكاء اللاعب، يعني بشوف عنده رؤيه، عنده ادراك بالقصه. طول ما انت يا كابتن لعيب ذكي، وخلي بالك كابتن، هم سالوا انشافي وسالوا انيستا ايه الميزه في اختيارات ناشئين برشلونه، فرد عليهم بنفس الرد، قال لهم احنا نمره واحد عندنا اللعيب الذكي. ذكي لان كل التانية كابتن، كل العناصر التانية تبنى وتنمى. يعني في عناصر انت بتبنيها في اللاعب، وفي عناصر لو هي متواجدة في اللاعب بتنميها، الا الذكاء. الا الذكاء يعني شوف حضرتك، مر على مر العصور.